اللقاء اللي عملناه انا والكابتن ريم موسى النهارده مع اسطوره مدرب كسب 4 بطولات في سنه واحده، منطقه مرتبط كاس والدوري 4 من 4. انا وريم كان احنا الاثنين لينا الشرف اللي هو يمرنا في يوم من الايام، انا في الناشئين وهي في نادي الاهلي درجه اولى سيدات. متهيألي انتوا دلوقتي عارفين انا بتكلم على مين، هو مفيش غيره واحد منه بس اللي موجود، كابتن هبل الفي. روحوا شوفوا شويه لقطات من الحلقه. عشان تبقى نمره واحد لازم لو اشتغلنا زي بعض خلاص. في مثل بلدي زمان كده يقول لك لما تعمل اللي عليك انت ما عملتش حاجه. زمان يقول لك كوتش انا عملت اللي عليا. طب ما انت ما عملتش حاجه، ده المطلوب منك. ايه اللي انت عملته بقى زياده؟ لا انت مطلوب مني ان انا اعمل الجوب بتاعتي وفي نفس الوقت اعمل هيلب لزمايلي، يبقى انت كده عملت زي حاجه زياده. انت عملت دورك وساعدت زمايلك، اوكي انت كده، لكن انت عملت دورك بس ما عملتش حاجه، هو ده المطلوب. تمام. انا شايف بطوله المرتبط وماتش الكاس في السنه دي لو مسكت مين في العالم ما حدش يعني بالعناصر اللي كانت موجوده تكسب، وناس كتير مش شايفه الحوار، يعني ناس كتير مش عامله ابريشيت الحوار ده، ان فرقه واخده راجعه من واخده 5 دوري خسرت نادين السلعاوي في المرتبط تكسب بحر. كنت لسه بتقول الاليوب في البنات غير الولاد، بس كسبت المرتبط بلعب اليوب انا فاكرها. وكسبت كاس مصر لاول مره الاهلي، معرفش بقاله 16 سنه ولا كام سنه.